بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة الأعمدة. البسكوت الأسمنت يتم عمله في الموقع ويتم ربطه في كنات الأعمدة للحفاظ على الفراغ بين ألواح التجليد والأسياخ بما يضمن وجود غطاء خرساني للأسياخ بعد الصب. نلاحظ هنا مع بعض إن في بسكوت أو في أسمنت، الأسمنت ده اتصب في الموقع بسمك 2 سنتي، وبدأنا نقطعه كده بإبدة ألمونيا، دراع ألمونيا بنقطعه بقطر، نفصل الخرسانة عن بعضيها ونبدأ نحط جوه سلك الرباط، وبعد كده نيجي في الحديد في الكنات أو في البراندات ونبدأ نربط البسكوت في الأسياخ عشان لما نيجي نحط ألواح التجليد أو ألواح الخشب نحافظ على الفراغ اللي موجود ما بين الحديد وما بين الخشب، عشان الفراغ ده لما يتصب خرسانه يبقى الفراغ ده بيحيط باسياخ الحديد من جميع الاتجاهات بسمك لا يقل عن 2 سم ونص في الاعمده، علشان نقدر نعمل غطاء خرساني يحافظ على الاسياخ الحديد اللي موجود. بشكر حضراتكم واسالكم الدعاء لي ولابي ولامي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.